أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من عاصمة القمة العربية 26 من مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي عقدت اليوم بها الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 26. معنا في الاستوديو الخاص بهذه القمة الأستاذ محمد الحارثي، رئيس تحرير جريدة عرب نيوز. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حياك الله، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. بداية، تعلم أنه جل الاهتمام خصوصا مع الأحداث المتسارعة والتي انصبت خلال هذه القمة كانت تخص القضية اليمنية، كيف رصدتم الاهتمام من قبل القمة بما يحدث في اليمن ورد فعل خليجي عربي مشترك حيال يعني الاستغاثة لنسميها التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؟ حقيقة أول شيء بالنسبة للقمة، هي قمة استثنائية بكل معانيها لسببين. السبب الأول الوضع الإقليمي العربي أو النظام الإقليمي العربي بشكل عام في حالة تراجع، وإلى درجة أن هناك فقدان لمراكز والمحاور القوة في العالم العربي. أصبحت القوة الإقليمية المجاورة هي التي تلعب في الدور الفضاء العربي. الضعف بعد ما يسمى بطوفان الربيع العربي وما أنتجه من ضياع وفراغ للدول وتفتت دول أخرى وسقوط دول أخرى، كل هذا المحيط أوجد نوع من اختلال التوازن في النظام الإقليمي العربي. طبعا هذه القمة ربما تكتسب أهمية خاصة لأنه الحدث اليمني الذي هو طغى طبعا على كل الملفات، لأول مرة يوجد أن هناك العرب يمتلكون زمام المبادرة في صنع القرار وفي تنفيذه. إحنا دائما كان عندنا قضية أنه العرب يتكلمون ولا يفعلون، العرب دائما لا يتفقون، العرب هناك كثير من المقولات التي تكررت كثير وأصبحت زي الإكليشيهات الثابتة على كل القمم العربية. ربما القمة العربية هذه تكتسب أهمية ثانية، إنه هناك في خيار أنك أنت في الأخير تصنع التغيير، تقف مع الشرعية، تلتزم بقرار وتحالف دولي تقود دولة عربية. هذه التركيبة بمجملها يمكن في تاريخنا المعاصر كانت دائما إما تدار من دول أجنبية، والعرب هم عادة في الهامش ويكونون كمكملي العدد، ولأول مرة هنا العرب والخليجيون باتحادهم وتضامنهم مع مصر ومع الدول العربية مهمة، يستطيعون أن يتخذوا زمام المبادرة، يفرضوا التغيير، يجعلوا لهم كلمة بعدما لاحظوا أن هناك دول أصبحت تسقط واحدة تلو الأخرى نتيجة استخدام السياسة، وأحيانا الحرب أحدى وسائل السياسة، فتضطر تستخدم الحرب كوسيلة للعلاج رغم إنها من أبشع الوسائل اللي هي وسائل الحرب، لكن أحيانا تضطر إذا ما وصل الخط السياسي أنه ما في الأفق أي حل سياسي، وأن هناك في نوع من الانتهازية السياسية ونوع هناك من التسويف والمماطلة، في الأخير على كثر من الالتزامات من عام 2011 إلى الآن 4 سنوات، الخليجيون عملوا المبادرة الخليجية، مؤتمر الحوار الوطني، التزام قرارات مجلس الأمن، جمال بن عمر ممثل هيئة الأمم المتحدة كان هو حاضر ضمن اتفاقية المبادرة الخليجية، حصل توقيع عليها من جميع الأطراف، وأخيرا كانت المسؤولية مسرحية، كانت الحقيقة مسرحية. آلية التنفيذ ربما أستاذ محمد، يعني كما تعلم أنه آلية التنفيذ أحيانا هي ما ينقص بعض القرارات التي تتخذ في القمم، لكن يعني إذا ما ضمن الأمر من جانب آخر، التحرك كان جله خليجي، إذا ما استثنينا عمان ربما غير مشاركة في هذا التحالف الدولي، هناك دعم وهناك مساندة من الولايات المتحدة، يعني حتى أنها باركت هذه الخطوة خلال ساعات، هناك دعم من جمهورية مصر العربية خلال ربما دقائق إن شئت القول. الالتزام ربما الواقع على الدول أو دول مجلس التعاون الخليجي والمتبنية أصلا لمبادرة اليمن والتي نزعت فتيل الأزمة اليمنية في أيام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، هل أشعر ذلك الدول الخليجية بأنه يجب التحرك وعدم انتظار ربما رأي لأكثر من 20 دولة ليكن الرأي بالمبادرة الخليجية، خصوصا وأنه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تدعم هذا التحرك؟ شوف، هو لو لاحظت أنت الرياض شهدت نشاط سياسي محموم
قبل اتخاذ البدء في قرار عاصفة الحزم. أكثر من 20 زعيم دولة وصل إلى الرياض خلال الفترة هذه، كان هناك إحساس، طبعا ملفات كثيرة كانت تدرس لكن الملف اليمني كان حاضر في معظم هذه المباحثات. قبلها بعدة أيام كان اجتماع أولياء العهود في الرياض مع الملك سلمان، وكانت تقريبا هي النقطة الأخيرة قبل الاتخاذ. كان هناك ربما نشرت بعض التفاصيل اليوم عن محاولات الساعات الأخيرة. أنت تعرف أنه ربما من المصادر اللي وضحت أنه هناك تحذير سعودي، كان هناك اجتماع بين الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي وأحمد نجل الفريق ونجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. قبلها بيومين حصل اجتماع ووضحت أنه العدن خط أحمر بهذا الوضوح، وانه كما يعني طلع من التقارير انه هناك كان عنده طلبات انه ترفع قرارات مجلس الامن عنه، وترفع التجميد عن امواله، وترفع عنه منعه من السفر، وتوقف عنه الحملات الاعلاميه. كانت طلبات يعني احيانا بخلاف ما تم الاتفاق عليه، خلاف ما اتفق عليه، وطلبات شخصيه بحقيقه الامر، كانت مشخصنه في ذاته وفي نجله. فطبعا هناك مبادرة خليجية، كان رد الأمير محمد كما نزل في هذه التقارير أنه كان رد حاسم، أنه هناك مبادرة خليجية واضحة يتم الالتزام فيها كيفما تم الاتفاق عليها. بعدها تمادى المد الحوثي ووصل إلى عدن وقصفت مقر الرئاسة في عدن. وقتها شعرت السعودية أنه هناك أنه باب السياسة وباب الحلم وباب إعطاء الفرص يفهم ربما من بعض الآخرين أنه نوع من الضعف ونوع من عدم اتخاذ القرار. ربما كان اسم الحزم كلمة مراد بها ومقصود بها أنها الحزم، أنها متى ما دقت الساعة هناك موقف. الموقف كان قوي جدا، أثبت الخليجيون أن وحدتهم وترابطهم وقدرتهم وقرارهم الموحد هو الذي قادهم. تاريخ الخليجيين دائما حينما يتحدون منذ تحرير الكويت، حينما كانت وقفة الخليج الواحدة وتم تحرير الكويت من قصف العراقي، كما وقف الخليجيون أيضا مع البحرين حينما انتقلت قوات درع الجزيرة إلى داخل البحرين في رسالة واضحة جدا أن البحرين خط أحمر، لا يمكن أحد أن يتعدى على البحرين. كان هناك موقف خليجي. الآن يثبت الخليجيون أنهم إذا تراصوا وتتحدوا وتضامنوا لهم كلمة مؤثرة. الالتزام المصري والعربي طبعا أعطى فرصة قوية وأعطى صورة واضحة لهذا القرار، وايضا اعطى حتى احترام للقرار العربي في العواصم العالميه. هو طبعا يخص يعني خصوصا دول الخليج، لانها سميت اصطلاحا المبادره الخليجيه لنزع فتيل الازمه اليمنيه. خلال كلمه حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح قمه اليوم، تحدث انه الكويت دعمت وبشكل اساسي يعني الخطوات التي اتخذتها السعوديه، خصوصا وأن دول مجلس التعاون التي تمثل المبادرة الخليجية كما تسمى اصطلاحا يعني استنفذت كافة سبل السلم التي ذهبت إلى أبعد مدى، ولكن كانت النتيجة ربما تساوي صفر. فلذلك يعني اضطرت هذه الدول للدخول في مثل هكذا لنقل نزاع لعودة الشرعية اليمنية من الميليشيات الحوثية. هناك من ضمن كلمة حضرة صاحب السمو تطرق إلى أنه الخطر وصل إلى حدود المملكة العربية السعودية، والذي لن تسمح الكويت أو أي دولة خليجية أخرى أو حتى دول عربية أولها مصر بأن يكون هناك خطر على الحدود السعودية. ما ماهيه هذا الخطر أستاذ محمد الذي قد يكون في اضطرابات تحدث في اليمن ربما يجهل البعض هذه الأمور؟ نعم، دعني في البداية أعود لكلمة سمو الشيخ أمير الكويت الشيخ جابر في الشيخ صباح في كلمته التي وضح فيها موقف مهم جدا، وهو موقف كويتي مشرف من خلال الالتزام الكويتي ب العمل العسكري الذي التزم عليه الخليجيون. والنقطة الثانية أنه أوضح أنه الخط الحدود السعودية اليمنية لا تسمح لا الكويت ولا أي دولة خليجية ولا حتى أيضا القوى الأخرى على فكرة بأنه يحصل تلاعب في الحدود السعودية. هناك هامش وهناك خطوط حمراء. الهامش هو أن تلعب في دول الجوار، وهذه حصلت في العراق. هناك حصل تمدد إيراني واضح داخل إيران في داخل العراق،
قوات الحشد الشعبي الآن تلعب دور كبير جدا داخل العراق. الموقف اللي في سوريا أيضا واضح جدا، لكن أن يحصل التمدد إلى درجة أنه يصير نوع من التطويق وتطويق من الشمال وتدخل للجنوب، وبعدين يعني المبادرات السياسية كانت موجودة، لم يكن هناك تصادم من بداية المرحلة الأولى، كان هناك محاولة لحل سياسي مهم جدا. لا السعودية ولا الخليجيون ليس لديهم رغبة في الصراع، وكم من الحالات الكثيرة اللي تجاوزوا وتفادوا فيها. لكن دعنا نقولها بصراحة، حينما تصل المرحلة إلى أن نوع من التهميش للآخرين، حينما تصل أو أقول البلطجة، يعني تدخل قوات إلى درجة أنها تحتل ملقى الرئاسة وتفرض أو تبني بالمبادرة الخليجية وتضعك أمام أمر الواقع ويهرب الرئيس ويهرب هذا، وثم تتمدد إلى عدن، يعني وصلت إلى نوع من هناك نقطة من عدم الأمان ربما، يعني خصوصا وأنه على جنوب السعودية أو الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. بس قبل ما أنتقل للنقطة هذه، أنا بس بقول لك التمدد هذا خلى هامش السياسة محدود جدا. هامش السياسة يتقلص كلما تحاشيت العمل السياسي الطرف الآخر أو تجاهلته، أنت في حالة هذه تشجع العمل العسكري. العمل العسكري قالها اليوم الملك سلمان بوضوح، انه عمليه عاصفه الحزم سوف تستمر الى ان تتحقق جميع اهدافها. لانه الحديث عن السلم في اليمن وعوده اليمن الى طبيعتها والى الحوار السياسي، والذين دعوا قبل ذلك اصلا الى الرياض لمناقشه ملفات سياسيه، ولكن المد العسكري لنقل كان هو صاحب الكلمه الاعلى. على اي حال، يعني حتى لا نختزل عملية القمة العربية في الملفات اليمنية، له يعني هو ملف لا شك أنه ملف ضخم. خلال هذه القمة تمت يعني النقاشات عديدة، لكن من جانب آخر إذا ما قسنا رد الفعل الذي يعني كان خليجيا أكثر مما هو عربيا، إن أردنا الدقة في هذا الملف، ربما أحدث مفاجأة لدى البعض. يعني دائما ما ينتظر العالم انتهاء أي أزمة بتدخل قوى غربية قد يكون لها السطوة، أو يعني الجيوش العريضة الممتدة من الشرق إلى الغرب، لكن هذه الخطوة استراتيجيا ما الذي يمكن أن تعكسه عن دول مثل دول الخليج؟ يعني عدد سكان دول الخليج مجتمعة ربما لا يتجاوز 50 مليون أو أقل من ذلك ربما، لكن هذا الحزم في هذه التحركات الخليجية التي لا شك أيدت عربيا، ولكن كانت المبادرة خليجية دون الانتظار للقوى الكبرى، ما الذي يعكسه استراتيجيا حيال المنطقة وحيال الشرق الأوسط بشكل عام، خصوصا ونحن يعني بصدد الحديث عن الملف الفلسطيني؟ شوف، منظومة الخليج، منظومة مجلس التعاون الخليجي لربما هي الكيان السياسي الموجود الآن في المنطقة العربية له دور فاعل الآن. يعني جامعة الدول العربية حقيقة مع ضعف النظام الإقليمي العربي ومع ضعف محاور الدول العربية المركزية التي كانت تلعب دور رئيسي، ضعف دور جامعة الدول العربية الآن. هو الدور الآن نتكلم على دور خاص لمجلس التعاون الخليجي تلعب فيه دول الخليج دور مهم. دول الخليج أمامها الآن حقيقة أمامها خيارين. الدول الخليج إما أن تعلم وتدرك، وهو هذا، أنه اتحادها وتضامنها ووحدتها السياسية كمنظومة واحدة هو خيارها، لأنه الآن يعني الحمد لله المنطقة الخليج تحظى بخير كثير، وبالتالي هناك مطامع كبيرة على المنطقة. من الخطأ السياسي الفادح أنه يكون هناك اجتهادات سياسية داخلية في مجلس التعاون الخليجي على حساب منظومة الخليج الواحدة. والنقطة التي توضح هذا الحديث إنه حتى في ظل أزمة الربيع أو ما يسمى بالربيع العربي وأزمة المواقف السياسية، كان مجلس التعاون الخليجي ربما هو المؤسسة السعودية الوحيدة أو مؤسسة عفوا الخليجية أو المؤسسة العربية الوحيدة التي لعبت دور مهم جدا. واحد، أولا في التدخل الإيجابي في الدول العربية، اثنين في منع انتقال هذا التمدد الشيطاني إذا صحت التسمية إلى داخل دول مجلس التعاون الخليجي. ما يمكن أنك أنت تجعل
دول القوى الكبرى زي ما تفضلت انت امريكا او اوروبا او حتى روسيا تتعامل معك بمبدا النديه والاحترام الا اذا كنت تتكلم ككتله واحده كمنظومه واحده. الان حتى لما صرح المتحدث الامريكي لا يحضرني اسمه جون ماكين اللي هو في مجلس الكونغرس الامريكي بيقول انه يعني لاول مره انه العرب ياخذون زمام المبادره بانفسهم. يعني هي دون ادنى شك يعني شكل نقله نوعيه في التحرك العربي. هناك اتفاقيه منذ عام 1950 كما تعلم استاذ محمد للدفاع العربي المشترك، تحدث عنها اليوم فخامه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلمه الافتتاحيه، كيف ترى حظوظ هذه المبادره بتشكيل قوه ردع عربي سريع؟ اعزائي المشاهدين اعتذر قليلا لانه المطار العسكري يبعد من هنا 5 كيلومترات أو أقل من ذلك، فقد نسمع بين هنا وهناك بعض تحركات المروحيات هنا في هذا الموقع ونحن في موقع خارجي في القمة. نحن نشعر بالحماية هنا. نعم, نعم كنت أتحدث عن جزئية تشكيل القوة العربية المشتركة. شوف أعتقد نواة المشروع العمل العسكري المشترك الآن للدول العربية اللي هي متحالفة الآن في العمل العسكري في عاصفة الحزم هو بداية لمشروع القوات العربية المشتركة وقوات القوات الردع السريع العربي المشتركة التي ممكن أن تمثل الخط الأخير للدول العربية في استخدامها حينما يعجز العمل السياسي. أنا أعتقد أنه ما طرح اليوم وهذه أعتقد مبادرة جيدة وإذا كان نجحت الآن ووضحت ملامحها أو فرضتها الظروف العمل اليمني عن جدولة هذه القوة كيف يمكن يعني هناك حديث عن تشكيل هذه القوة كيف يمكن أن تكون، ما هي الخطط الممكنة؟ يعني بداية لنقول لجان استشارية لتشكيل هذه القوة، تعلم أنه بحاجة إلى ميزانية وبحاجة إلى تشكيلات محددة. نعم شوف إحنا عندنا تجربة ناجحة في الخليج، قوات ردع الجزيرة. قوات ردع الجزيرة هي قوات خليجية مشتركة من دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح لها دور ملموس، كان دورها الملموس المعاصر مرحلة الكويت قديمة. نعم الغزو الآن نتكلم عن البحرين. نعم البحرين قوات ردع الجزيرة كان لها دور وهي قوات من دول مجلس التعاون، لها تنظيم، لها آليات، لها قواعد عسكرية، تم ترتيب هذا العمل بنجاح باهر. ربما لو تطبقت نفس المبادئ أو الآليات على القوات العربية مشتركة بحيث أنها تمسك هذه تلتزم هذه بقرار سياسي متى ما استدعى التدخل، ليش إحنا كعرب دائما نطلب ننتظر من أمريكا وربا أنه نطالب القوات بتدخل؟ يعني إلى متى يكون قرارنا مرهون بالآخرين؟ إلى متى دائما نزعج يعني مجلس الأمن وواشنطن وغيرها من العواصم بمشاكلنا الداخلية؟ هو طبعا احنا وانا لا اشجع شخصيا العمل العسكري في اي حال من الاحوال، لكن انا اقول انه وجود قوه الردع العربيه قد يكون هو الحل الوحيد في بعض الاحيان. احيانا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ليش واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟ لانه حينما يشعر الاخرون ان عندك لديك قوه مؤثره وحتى لو ما استخدمتها يعاملوك باحترام. انت لو لاحظت مجرد قناعه بوجودها. لكن اذا ما انتقلنا لملف اخر يعني ليس باقل اهميه من ملف تشكيل قوه عربيه او حتى الملف اليمني وهو الملف السوري، تعلم انه هناك اجتماع لدول المانحين سيكون في الكويت، لكن قرارات القمه بخصوص سوريا لا يوجد لدينا تمثيل ربما لليبيا بشكل متكامل، لا يوجد تمثيل ايضا لسوريا بشكل متكامل، لا يوجد ايضا تمثيل للبنان، إلى الآن لم يتم انتخاب رئيس، يعني غياب 3 دول على مستوى رئيس لعدم أصلا وجود رئاسة لهذه الدول، كيف يمكن أن ينعكس على هذه القمة خصوصا وأنه التمثيل كان عالي بحضور يعني خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سمو أمير دولة قطر وجلالة ملك البحرين وعدة العاهل الأردني أيضا كان موجودا يعني جلالة الملك عبد الله الثاني، كان هناك يعني تمثيل كبير لبعض الدول، بالمقابل لا يوجد اصلا ما يمكن ان يكون تمثيل ل3 دول هي ليبيا لبنان سوريا، ما الذي يمكن ان يعكس يعني في هذه القمه حيال ذلك؟ ربما صوره تراجيديه تعبر لك عن واقع عربي مؤسف. يعني يمكن التصوير انه 3 دول عربيه لا تملك حتى الوجود السياسي، يعني احنا نلاحظ
تفتت الدول، سقوط الشرعيات السياسية، تمدد العصابات الإجرامية مثل داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية. هذا الوضع اللي احنا بنعانيه الآن هو صراحة نتيجة لتراكمات قديمة أفرزت هذا الوضع السيء. يعني لو مسكنا الملف السوري الآن، الملف السوري الآن يعني مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، ملايين في المخيمات، قتل يومي، لاجئ في الشمال والجنوب ودول أخرى، قتل يومي يعني مسلسل قتل يومي، يعني إلى متى؟ استخدام البراميل المتفجرة على المدنيين إلى متى؟ الصمت الدولي. طبعا السعودية بادرت من أول بداية الأزمة، والخليجيون جميعا طلبوا حديث الآن أستاذ محمد عن ما يسمى، يعني كان ضمن كلمة الوفود، بالحل السياسي أو مصطلح الحل السياسي، هل هو الأجدر خصوصا ونحن ندخل في السنة الخامسة لمشكلة الوضع السوري؟ يعني من يدفع الثمن هم لا شك الشعب السوري، يعني أكثر من 4 ملايين لاجئ وقد يصلون إلى 5 ملايين. يعني ما ذنب هذه الشعوب أن تعيش يعني لمدة تتجاوز 4 سنوات خارج أراضيها قصرا وليس اختيارا؟ شوف، الحل السياسي موجود، الحل السياسي جنيف واحد وضعت، ولكن لم يكن هناك الرغبة السياسية ولم تكن هناك الجدية لتحقيق أهداف جنيف واحد. الوضع اللي استمر أو الوضع اللي تمادى في سوريا كان ممكن اختصار هذه الجرائم المتراكمة من سنين. جنيف واحد كانت واضحة جدا، والعمل السياسي اقترح، والدول العربية بادرت، لكن لم يكن هناك رغبة سياسية من الطرف الحاكم في سوريا، وبالتالي حصلت هذه المهزلة وحصلت هذه الجريمة. حينما استخدم السلاح الكيماوي النظام السوري كان هناك أيضا، يعني طبعا أنا بقول دائما هناك تأتي نقاط أنت تواجه فيها مصير. كان الصمت الدولي غريب جدا، متى بادر العالم بالتحرك إلى حد ما الآن؟ التحرك الآن بعد تمدد داعش، لأنه وجدوا هناك تنظيم إرهابي خطير قاعد يتمدد على مستوى دول ونبع من سوريا لعدم وجود اصلا يعني امن مثبت في تلك المنطقه. والتقاعس الدولي، هناك تقاعس دولي كان مطبق على موضوع سوريا، كان هناك نوع من التراخي في القرار السياسي واستخدام الحل، حتى استخدام القوه في سوريا. حينما وجدت داعش وبدات تتمدد واظهرت ان داعش هذه اصبحت قوه سرطانيه تتمدد في الدول، طبعا بادر العالم بتشكيل التحالف الدولي اللي هو الان يحارب داعش وما زال يحارب داعش. لكن السؤال، سوريا لو حصلت المبادرات التي اقترحت من اليوم الأول في هذه الأزمة لكان ممكن إنقاذ الملايين ومئات الآلاف الأرواح التي ذهبت. الآن نتكلم عن سوريا، إنه الآن هذا أمر واقع. سوريا الآن يطرح الحل السياسي، طبعا الحل السياسي إحنا نتكلم كإنسان في البداية وكصحفي وكمواطن عربي، الحل السياسي دائما هو الأفضل، ليس فقط في موضوع سوريا، في موضوع اليمن، في أي موضوع، في أي ملف تتناوله، هي السياسة فن الممكن، وبالتالي السياسة هي أفضل الحلول. لكن متى تكون السياسة مجدية؟ حينما تكون هناك رغبة صادقة، حينما تكون ترغب بإيجاد حل سياسي وتبادر بحل سياسي، وحينما توقع تلتزم ولا تماطل، هنا يصبح للسياسة لغة. لكن إذا استخدمت السياسة كغطاء تسويفي وكوسيلة للألاعيب وتكون أحيانا وسيلة للمماطلة وكرداء لتحقيق مآرب أخرى، هل تعتقد أستاذ محمد هنا تفشل السياسة؟ هل تعتقد وهنا تتكلم يعني لغة السلاح في ذات الملف، يعني هل تعتقد أنه التحرك الدولي الذي تقوده الآن الولايات المتحدة ضد داعش أو ما يسمى بداعش، هل هو نتيجة الشعور بالخطأ أن ينعكس هذا الوضع الذي تعيشه ربما سوريا لمجموعات مسلحة لا تملك أي نظام، لا تتبع لأي دولة، قد تكون أو لا تكون في يوم ما بين أحضان أوروبا مثلا أو الولايات المتحدة لتشكل خطر آخر؟ حتى لو انتهت المشكلة السورية سيكون هناك بيئة ربما احتضنت هؤلاء لفترة طويلة، فلذلك تحرك يعني الغرب عندما رأى هذه الخطورة على أرض الواقع. هو شوف، أنا حقيقة
انه يعني من المؤسف، من المؤسف ومن المحزن لنا انه حينما يتصور هذا العمل خارجيا وعالميا انها ربط ما بين الارهاب والاسلام، وانه يستخدمون رداء الدين لتحقيق غايات اخرى. الان العالم طبعا، وهناك في جزء في العالم اللي هو الأنانية السياسية احيانا، انه اذا كانت مشاكلهم داخلهم فهم يتدبروا امورهم، يتقاتلون يتصافون يعني دائما طالما المشكلة بعيدة. لكن فعلا حينما اكتشف انه التمدد الارهابي والخطر الارهابي ليس له حدود، وانت كما تعلم ان الارهاب لا له دين ولا له جنس ولا له وطن ولا له عقيدة. وانا اتذكر رحمه الله الملك عبد الله حينما قال سوف يصل الإرهاب إلى العواصم الأوروبية وإلى العواصم العالمية بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كان تحذير قوي جدا، لأنه الإرهاب يتمدد كل فضاء كل فراغ تجد الإرهاب. أنا بعود لك أنا أيضا النقطة هذه، أنه يعني ليش أنه أيضا القاعدة وأيضا الآن هناك ما يسمى بداعش في اليمن وإلى آخره، ليش وجدت هناك مساحة؟ أول ما توجد فراغ سياسي، أول ما توجد خلل سياسي، عدم وجود نظام دولة تقصد يعني. تماماً، أنت تعطي مساحة للآخر، الفراغ يملأ بك أو بغيرك، لكن لا تترك فضاء أو لا تترك فراغ. التدخل الآن، التدخل الخليجي والعربي في اليمن يعود إلى أنه أيضاً هناك نقطة مهمة جداً، أنه لا تترك اليمن ضحية لجماعات إرهابية تأخذ من الساحة اليمنية أرض لها ومرتع لها. المواطن اليمني دفع ثمن كبير جدا لهذا التفكك الداخلي وللأزمات السياسية داخل المواطن اليمني، أقل من أقل دخول على مستوى العالم. وإذا متى المواطن اليمني؟ وإذا أضفنا له عمليات القاعدة وإرهاب داعش والآن التمدد الحوثي، طب مين يدفع ثمن هذه الضحية؟ لذلك العملية ولو إنها عملية عسكرية ولكنها عملية إنسانية لصالح اليمنيين، لصالح انقاذ اليمن. يعني قد نخلق بيئة اخرى كالتي موجودة في سوريا ربما لداعش او لغير داعش كما تفضلت من مجموعات اخرى. لكن استاذ محمد، يعني تعلم انه كل قمة عربية لدينا ملف هو الملف الاكثر حزنا او الاكثر تراجيديا اذا ما استخدمنا بعض المصطلحات الفنية بهذا الخصوص، هو الملف الفلسطيني. انتخابات اسرائيلية انتهت قبل ايام، بنيامين نتنياهو، هناك توجه ربما لدى الولايات المتحدة لدرجة أنه هناك عدم رغبة في التعامل مع النظام يعني في إسرائيل على هذا الأساس أو على الأساس الذي تفرضه الأحزاب. خلال هذه القمة الملف الفلسطيني حاضر دون أدنى شك، تمت الإشارة إليه بكلمة أو بأخرى، لكن ما الممكن خلال هذه القمة ليقدم للقضية الفلسطينية، خصوصا ونحن نتحدث عن بداية تغيير النظرة للقوة العسكرية ليست كفعل ولكن على الأقل كقدرة إذا ما قسناها على دول الخليج من جهة، الأردن، مصر دون أدنى شك، المغرب أيضا على الخط، حتى أنه باكستان يعني التي أبدت استعدادها للمبادرة في المشاركة بهذه العمليات، ألا يعكس ذلك برأيك يعني منطلق جديد للتعامل مع القضية الفلسطينية، خصوصا وأنه هناك يعني وقوف أو أشيع أو ذكر في بعض وسائل الإعلام هناك توقف من قبل الإدارة الإسرائيلية عن بناء مزيد من المستوطنات حتى لا تسبب مزيد من التشنج وربما صراع جديد قد لا تتحمله إسرائيل؟ شوف، قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى دائما، يجب احنا كعرب نعتبر قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى. هذه القضايا التي تنشأ ملفات أخرى تفتح لا تلغي ولا تقلل أو تقلص من أهمية قضية فلسطين. قضية فلسطين هي صراع حضاري، صراع وجودي لنا وصراع تاريخي، وطبعا وجود القدس يجعل له بعد ديني آخر. هناك نقطة طرحت في القمة وهذه نقطة مهمة جدا، إنه السعي الآن لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي ملزم بجدول زمني. ذكر الملك سلمان في كلمته أنه هناك التوجه لدعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار بجدولة زمنية بحيث أن احنا نعرف أنه هناك تاريخ. لا تنسى أنه الآن في تعاطف دولي مع الفلسطينيين، في تعاطف دولي لأول لقضية فلسطين ومأساتها وجانبها الإنساني المحزن،
وفي قضية ثانية أو سبب آخر، التعنت والجلافة والصلافة السياسية التي يمثلها بنيامين نتنياهو في 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 أقصى صوره، جعل حتى المتعاطفين سياسيا معه، حتى العواصم الأوروبية، حتى واشنطن نفسها اللي معروفة أنها دائما الحليف الدائم لإسرائيل، أعطت تصريحات أخيرا أنه مواقفها في مجلس الأمن سوف يتم إعادة دراستها، بحيث أنه لن يكون هناك الفيتو الأمريكي دائما، وبالتالي هنا فرصة للحل السياسي الذي يطرح بمبادرة عربية في مجلس الأمن ويأخذ شرعيته والقدرة على تطبيقه من خلال مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن يملك حسب نظام الهيئة المتحدة القدرة على فرض القرار متى ما اتخذ بدون أي فيتو من أي من الخمسة الكبار. وهو طبعا احنا نعرف الفيتو كان دائما من أمريكا التي كانت تمثل جانب، الآن في هذا الوضع وفي هذا الواقع السياسي أعتقد أنه هذا التوجه اللي طرح اليوم في القمة هو توجه إيجابي، لأنه السياسة كما قلنا سابقا هي القدرة على استخدام كل الوسائل اللي عندك. وسيلتنا الآن في فلسطين بالذات هي مجلس الأمن الدولي الذي يملك السلطة لاتخاذ القرار والإقراره، وعلى الفلسطينيين أيضا من الجانب الآخر أن يكونون الصوت الواحد. نعم. إذا ما عدنا قليلا أستاذ محمد، يعني إن كنت تتذكر معي هناك كان موقف عربي من خلال مجلس الأمن فرض على المجتمع الدولي إبان الاعتداء على غزة، يعني وكانت هناك جهود حثيثة يعني يتذكرها الجميع لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية لإيقاف هذا الاعتداء، وبدأت بهدنة لثلاثة أيام، هدنة سميت بإنسانية، ومن ثم هدنة لأسبوع، ومن ثم شهر، وبعد ذلك يتم الحوار أي انقلاب العملية من عملية عسكرية إلى عملية سياسية. إذا كنا نملك يعني هذا النوع من القدرات السياسية نفرضه على يعني مجلس الأمن أو من خلال منظمة الأمم المتحدة، هل بإمكاننا كدول عربية خصوصا وأنه الوضع يتغير، كنا نتحدث ربما عن أو نسمع عن الشرق الأوسط الجديد كرر كثيرا من أيام وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايس كما تذكر، لم نرى يعني شرق أوسط جديد إلا بكوارث أكثر، هل سنرى تحرك ابتداء من هذه القمة إذا ما رأينا أنه هناك ردة فعل مختلفة، هناك تمثيل مختلف، هناك حيوية مختلفة تماما عما كنا عليه كما ذكرت في بداية لقائنا هذا عن التحركات العربية أو السيستم إن يعني استخدمنا بعض المصطلحات الطريقة العربية للتعاطي مع القضايا، هل بإمكان هذه القمة أن تنقلنا من حيز إلى حيز آخر؟ نعم. بالنسبة أتفق للقضايا معك العربية تماما أنه هذه القمة لربما هي فرصة لولادة نظام إقليمي عربي جديد تقوده دول الخليج ومصر، وطبعا والمحاور الرئيسية المهمة في الدول العربية. ربما أنه هذا الوضع عودة مصر الآن إلى دورها السياسي المهم القيادي في العالم العربي، لأنه عالم عربي بدون مصر هو عالم أعرج، وبالتالي وجود مصر هو وجود محوري مهم جدا، وسلامة وصحة مصر هو سلامة وصحة للدول العربية جميعا. إذا ما أخذنا الجانب الخليجي كمنظومة الخليج ومصر، عندك البعد السكاني والبعد العسكري، وعندك البعد الاقتصادي والبعد السياسي، وعندك السعودية ما تمثله من احتضانها للأماكن المقدسة، وبالتالي هناك زي ما يقولون المعادلة، عناصر المعادلة كاملة في المنطقة. الخليجيون أيضا سياسيا يعني احنا نعرف أنهم دائما يدعون للسلام، السعودية، الكويت من أكثر الدول الداعمة للمبادرات والمساعدات الإنسانية للدول الخارجية، الأمارات عندها رصيد ضخم جدا، كل دول الخليج لو وجدنا لا يمكن أحد يجي يتهم، وأنا لا دافع كخليجي ولكن أتكلم بحيادية، لا يمكن واحد يجي يتهم الخليج يقول أنه عنده نظرة تآمرية توسعية، لأنه ما هي من العقيدة السياسية للخليجيين. هم الخليجيين يبحثون عن ماذا؟ عن سلام وأمن داخلي واستقرار المنطقة والبعد عن الحروب والصراعات. هذا ما يعني هذا هو المنهج السياسي الذي يمثل هذه المنظومة، بالتالي مبادراتهم حلولهم كانت كلها تهدف إلى هذه النقطة. لكن طبعا في ظل غياب النظام الإقليمي العربي وفي ظل تغول المحاور الإقليمية العربية المجاورة
ووجدوا هناك مساحات شاسعة، ربما التشتت أو الفضاء العربي أو مساحات شاسعة في الفضاء العربي أنه يحصل التمدد. هنا سقطت كما يقولون ورقة التوتة الأخيرة، اتضح هذا التوسع، اتضح هذا التمدد. الآن العودة للعمل العسكري الذي قام بهذا التحالف، هذا التنظيم، بهذا التنظيم يعطي رسالة أنه هناك ولادة لنظام إقليمي عربي جديد سوف يتعامل معه العالم باحترام، سوف يتعامل معه العالم بمسألة الند للند، لأنه ما افتقدناه إحنا في المراحل الأخيرة وبالذات في 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 العمل السياسي المشترك، ونقولها بكل صراحة للأسف إنه لم يكن هناك عمل سياسي عربي مشترك، إنه العمل العربي السياسي المشترك كان في بعض في 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 جزء منه كثير تآمري من دول عربية ضد دول عربية بحاول بأحلام بمبادرات، ربما حتى لو كانت يعني إذا ما أخذنا الجانب الحسن كانت مبادرات ربما يعني من دولة أو أكثر، ولكن لا تشكل كل الوضع العربي. لكن يعني تابعت معنا أستاذ محمد خلال هذه القمة ابتداء من اجتماعات مندوبي الدول العربية في الجامعة العربية حتى بدأنا اليوم في القمة على مستوى رؤساء الدول والملوك والأمراء، هناك استطالة لبعض الاجتماعات، اجتماع وزراء الخارجية أكثر من جلسة والساعة تتحول ربما إلى ساعة ونصف أو أكثر إلى الآن، ونحن خلال هذه الساعات هناك اجتماع لوزراء الخارجية كان مغلقا في بدايات هذا البرنامج، ربما الآن تحولوا إلى الجلسة العلنية، لكن الجلوس إلى ساعات متأخرة من اليوم عوضا عن الجلوس حتى يعني بداية أو نهاية نهار اليوم. هل يعكس ذلك جدية أكثر؟ هل يعكس ذلك إعطاء وقت أكثر لمناقشة قضايا أكثر خلال هذه القمم؟ أحيانا كما يقال أحيانا الظروف تفرض الواقع وتجبر حتى من يعني يمارس السياسة الإيقاع البطيء أن يتفاعل مع الحدث ويغير من الرتم ومن الإيقاع. أنا أتوقع أنه الآن ما يدار في قاعات القمة خلفنا وفي صالات الاجتماعات خلفنا هنا هو الحديث عن نقطة التحول في المسار العمل السياسي العربي المشترك، النقطة التي طرحت اليوم بوضوح، وأيضا مبادرة قوات العربية المشتركة التي طرحت بوضوح، أعتقد أنها هي حتكون قضية ساخنة في النقاشات. وأيضا لابد أن نفهم ولابد أن نوضح، وطرحت في كثير من كلمات الزعماء العرب، أن هناك رغبة لوجود نظام عربي ليس فقط للتدخل في ما يختص بمحاربة أو مو محاربة بمواجهة المحاور العربية أو المحاور الإقليمية في العالم العربي، ونتكلم إحنا طبعاً عشان نكون صريحين نقول إيران وبدورها المتمدد. القضية الثانية هي قضية مواجهة الإرهاب. الإرهاب ليس مواجهته كما قال اليوم أكثر من زعيم دولة، ليس مواجهته يتطلق للجانب العسكري، هناك مواجهة فكرية وهناك مواجهة اقتصادية وهناك مواجهة تنموية. حينما يفشل الإنسان العربي في الحصول على قوته اليومي، حينما يفشل الإنسان العربي في الحصول على قوته اليومي يفشل في حلمه ويفشل في طموحه ويتحول إلى فريسة سهلة الانقياد للإرهاب. على أي حال يعني وصلنا أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا البث الذي نقدمه لكم من مقر القمة العربية 26. كل الشكر للأستاذ محمد الحارثي رئيس تحرير جريدة عرب نيوز، وتحيات الوفد المرافق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.